عم نشوف نحن اعمال دراميه مشتركه بلبنان، معقول اليوم نشوف نجمه الجماهير عم بتشارك بعمل درامي مشترك قريبا؟ بالعكس، يعني انا شايفه ان الدراما التلفزيونيه اللبنانيه تقدمت تقدم كبير جدا، بقى في مواضيع وعندكم نجوم بامانه، يعني مش بجامل، بقى في نجوم لبنانيين على مستوى فني راقي جدا، وفي تطور قوي في الدراما اللبنانيه، وما عنديش اي مانع لو في اي موضوع جيد، موضوع كويس، يحصل فيه نوع من التالف بين فنانين مصريين وفنانين لبنانيين، ما عنديش اي مانع خالص، يعني بالعكس. في شي نجمه لبنانيه استفزتك تمثيلها وجذبتك لها لتحضريها؟ لا، ما فيش حد بيستفزني الحمد لله، لان انا الحمد انا بحب العمل الجيد وبقيم العمل الجيد، ولكن يعني الحمد لله انا ليا لوني وليا خط سير معين، يعني ما بحب، يعني مش من نوع الفنانات اللي تحب تقلد او تحب، لكن انا في بعض الممثلات بلاقيهم جيدين جدا، واتمنى لهم يعني ان شاء الله التقدم باذن الله. شفنا بالدراما الرمضانيه كانوا اوقات عم بيقولوا انه الاطلالات تبع النجمات عم بتكون اوفر، اوقات مع حضرتك كنا عم نشوفك عم تبدعي حضرتك على الشاشه، ما كنا عم نشوفك عم تستخدمي طريقه المبالغه بالميك اب او حتى باللبس، يعني حتى لبسك كان عم بيكون حلو، شو رايك بهذا الامر اللي عم بيصير اليوم؟ والله والفنان عموما المفروض ان هو يلتزم بالشخصيه، مش في يعني كل اللي يهمه لبسه مكياجه شعره شكله، الفنان ينسى خالص الحاجات دي ويجسد الشخصية صح ويلتزم بيها ويبقى في مصداقية في أدائه، إنما في بعض فنانين وفنانات ما بيهمهمش، يهمهم شكلهم بس، يهمهم إن قوموا من النوم يبقوا عاملين فول ميك أب، يهمهم، وده طبعا الجمهور بينتقد الحاجات دي على طول، أنت بتخرجي من الحالة، بيحصل نوع من الإيه، عدم المصداقية، يعني عارفة جمهور واعي جدا وبيصدق، يا إما جمهور صدقني يا إما ما صدقنيش، فلو أنا كنت صادقة في كل تفاصيل صغيرة للعمل الجمهور على طول بيصدق الشخصية وبيصدقني. شو النصيحة اليوم المعقولة تقدميها للنجمات، بما أنه حضرتك مثل ما بيقولوا تركة بصمة كتير كبيرة وحضرتك مخضرمة ومميزة بالتمثيل؟ يعني النصيحة اللي أقدمها لكل الفنانين الجداد سواء رجال أو نساء، يحبوا عملهم قوي، يخلصوا بيه قوي قوي، يحبوا الفن للفن مش للمادة، طبعا المادة مهمة وكل حاجة، لكن ما ياخدوش الفن وسيلة للفلوس أو للشهرة، لا، يعني يبقوا صادقين في عملهم، وبعدين نجاحهم هو اللي هيجيب لهم الفن الفلوس والشهرة بس.